النهارده الحقيقه كمان في موضوع مهم اخر، كان في كلام كتير بخصوص كاس العالم للانديه بعد تصريحات انشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، واللي اشار فيها ان ريال مش هيشارك في كاس العالم للانديه بسبب المقابل المادي. انشيلوتي بعد كده طلع وقال ان تصريحاته اتفهمت غلط، وانه لم يقصد عدم مشاركه ريال مدريد في هذه البطوله. ولكن بقى الغريب ان هناك من استغل هذه التصريحات وعلى طول طلعت تقلل من هذه البطوله وتتكلم ان ريال مدريد مش فارق معاهم مونديال الانديه وان البطوله ضعيفه. طبعا بعد ما الناس دي طلعت وقعدت تتكلم بطوله، اصل بصوا كنتوا بتضحكوا على الناس والكلام اللي حضراتكم كنتوا بتسمعوه خلال هذه الفتره. بعد كل ده مفيش ساعه ساعتين ريال مدريد مباشره أصدر بيان وأكد أنه سيشارك في كأس العالم للأندية 2025. مش كده وبس، نشر نادي ريال مدريد بيانا رسميا عبر الموقع الرسمي لنادي ريال مدريد جاء فيه يعلن نادي ريال مدريد أنه لم يشكك في أي وقت من الأوقات بمشاركته في كأس العالم للأندية الجديدة التي سينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا في موسم 2024-2025 المقبل. لذلك سيتنافس نادينا كما هو مخطط له في هذه المسابقة التي نواجهها بكل فخر وبأقصى قدر من الحماس، لنجعل الملايين من جماهيرنا حول العالم يحلمون مرة أخرى بلقب جديد. مباشرة على طول بعد ما حبايبنا طلعوا يقولوا هذا الكلام، ريال مدريد عمل هذا الأمر مباشرة.